شوفوا يا جماعة، أنا قبل ما نجي هنا حسيت اللي يلزمني نحكي شوية مع روحي، نسأل نفهم نحلل نفسر، وهذه حالة تجيني كل ما تتراكم على مخي المعلومات. قعدت نخمم بكل حيادية وحاولت نفهم الجو العام اللي ولات عليه البلاد. دخلت للصفحات والبروفايلات متاع المرأة وقعدت نفهم في هالكائن البشري هذايا بكل عفوية، معناتها وبعيد على السفاسف والأمور الفارغة. توا هذه مرأة عندها مول كبير، حانوت تبيع فيه سلعة، لا هي خليقة لا هي صنيعة، أما خلاعة بالطرق اللي هي تشوفها معقولة ومنطقية وقانونية وعادية تحت شعار الحرية في كل شيء في كل وقت في كل بقعة. مش مع اللي جيرا وأنتو برونتيز، على خاطر على ما فهمت أنا السوام في المول متاعها مرتفعة برشا، مال على خاطر المرأة تدلل على سلعتها وقاعدة تخسر في فلوس كبيرة على صيانة المحل والحفاظ على السلعة باش ما تقرسش ما تيبسش ما تتهرش ما تتفترتش ما تترخفش ما تشيحش. الحاصيلو ثم صيانة وعسة كبيرة برشا على السلعة، وتبارك الله كليوناتها كلهم في اي بي، فهمتني؟ والمداخيل عين الحسود فيها سبركة. أما شوف قلكم حاجة، فما أمورها أنا قعدت نخمم إن شاء الله تكون أمورها مريقلة مع القباضة، إن شاء الله تكون تدفع، خاطر ما تعرف ضرائب حاجة ما فيهاش كلام، وهي ما نظنش كان مرأة تتعدى عليها حكاية كيف النكاية. أما مع الغلاء المعيشة فهمتني وارتفاع الأسعار والجو ذاية يلزمها زادة حتى هي ما تفلت حتى فرصة جهة. النهار من النهارات هي قاعدة في المول متاعها وجهة واحد حتى هو سي أمير بياع كبير ماله وسلعته ولا يصدر فيها من وراء البحار. يا كابلة مرة معناها هرب عليه شريكه وما شيمنا فيها الحكاية. أي فك علينا، الحاصيلو عين الشيخ جات في الشحمة ماله، شاف السلعة قلب طلع هبط داخ ما في عينه بلا، قال له شو رايك تجي معنا تعرض سلعتك؟ اما خير تعرض سلعتك قدام 100 واحد ولا قدام 12 مليون بخلاف الناس اللي في الخارج. المراه لقاتها من الجنه والناس، وهي تبارك الله عليها توا ترفس بيديها وبسقيها، اللهم لا حسد. توا هذه يا سي امير تحبوا تحكيوا معاها على الثقافه والفن والقيم والعادات والتربيه والنجوميه والابداع والقصه والروايه والشعر، ما تجيش الحكايه كيف اللي لوج على عسل من عند البوفار ززو. والله عيب، والله يا سينا فعيب، عيب كبير عيب كبير، والعيب هذا صادر منا الكل. حقنا توا نلموا بعضنا دعوه متلازمه ونمشيو نطلبوا منها السماح. يا اخي هي لا على حتبينا باش نمشيولها ولا نشتريو من عندها سلعتها؟ ما واحنا مشينا لها واللي جابته سقيه الدباغ ليه.